صباح الفل، بنصب عليكم، جايين لكم بمعلومه جديده عن طريقه تخزين البيض. طريقه تخزين البيض، في طريقه لتخزين البيض وكمان في استخدامات مختلفه بالنسبه للبيض الاحمر والبيض الابيض. البيض ملكه تجاره البيض الاحمر والابيض في كفر الشيخ ام حماده، عامله حاله وعامله ضجه. صباح الفل، بنصب عليكم احلى بيض من مزارعنا وخير خير فراخنا البلدي، الفراخ اللي هي طبعا المختلفه في مصر، الفراخ اللي بتنتج طبعا احلى بيض. هنعرف من ام حماده اسرار حول تجاره البيض، هنعرفها لاول مره. صباح الفل يا معلمه، احنا جايين معاك اهو وهنتابع. صباح الفل، بنصب عليك، نتعرف عليكي. أم حمادة صباح أبو جنة، والدة أبو جنة، محل أبو جنة. لا يعني أم حمادة أيوة أيوة أيوة، ما هي دي الحقيقة. أيوة أيوة أبو جنة. يعني نتعرف على البيض. البيض بقى، أنت قلتي لي إن في أسرار للبيض. أيوة. البيض إزاي إزاي بقى؟ في الصيف وضع وفي الشتاء وضع. بالنسبه للتخزين، بالنسبه للتخزين أيه. في الشتاء ممكن يقعد عندك بالشهر، ما يجرالوش حاجه ما دام في التلاجة. تمام. بره التلاجة 20 يوم. 20 يوم. في الحر ده اهو، بره التلاجة 10 ايام، جوه التلاجة 20 يوم، ما يزيدش عن كده. ما يزيدش عن كده بعد كده، وما يتغسلش قبل ما يتحط في التلاجة، ممنوع الميه تطول. ما يتغسلش قبل ما يتحط في التلاجة. ولو التلاجة مش مظبوطة يعني البيضة بتعرق، بتشيل ميه، بيتسد. يعني تقصد ان درجة حرارتها مش منتظمة يعني. متضاربة بين الصيف والشتاء. طبيعي. تاني بقى معلش قولي لنا كده، البيض في الشتاء بيقعد كام يوم؟ ممكن لغايه شهر. بالنسبه للتخزين، بالنسبه للتخزين. وفي الصيف 20 يوم اخره. 20 يوم في التلاجة. بره التلاجة 10 15 يوم. دي نصايح دكتور يعني. يعني ده يعني بقى ايه اللي هو جنرال البيض، ده رقم واحد يعني، اللي هو نمبر 1 في البيض. قول لنا بقى الاستخدامات البيض، انت قلت في استخدامات للبيض الاحمر. ليه البيض الاحمر؟ الاحمر لانه بيبقى قشرته سميكه شويه. ايوه. ده بيستحمل السليق، ما بيتخافش عليه. ده السليق. اما بالنسبه للاكل يعني، بالنسبه للابيض ان قشرته ضعيفه، بيبقى ممكن البيضه تفلق، ممكن البيضه تنكسر. ليه؟ لان قشرته ضعيفه. بالنسبة للبيض الأبيض ده له استخدامات كتير، في الكيكة، في الحلويات، برضه سليق، في القلية. الأحمر سليق وبرضه استخدامات واسعة برضه، واستخداماته مختلفة بالنسبة اللي موجود. البيض البلدي بقى بيكون عليه إقبال أكتر بالنسبة لحركة الشراء، بالنسبة مثلا، ولا ليه زباين معينة؟ لا، دي أذواق في الأكل. لأنه بيبقى الكوليسترول قليل، ضعيف فيه، غذاء أكتر برضه. صح. كل حاجة لها وضعها. ده صحيح يعني. طيب الناس بقى، البيض بيبدأ بقى، أنت بتبدأي يوم عملك من الساعة كام الصبح؟ الساعة 6 الصبح. 6 الصبح. أيوة. تبداي بقى في بيع عمليه البيض المختلفه. البيض عامه يعني متنوع يعني، كل يوم بيكون في نوع من الاسعار. البيض الاحمر بكام النهارده؟ النهارده الاحمر ب 37، ب 137. والابيض؟ الابيض 135. والبيض البلدي؟ البيض البلدي 145. 145. ده بالنسبه للجوله الصباحيه في البيض. طيب قول لنا بقى ام حماده، انت قلتي ان البيض في الصيف عمره خارج الثلاجه من 15 ل 20 يوم. خارج الثلاجه من 10 ل 15 يوم. من 10 ل 15 يوم. ايه اللي بيحصل بعد كده بقى؟ بيمشش؟ ايوه، البيضه بتبتدي بقى تفكك مع الحر دوت. طبيعي، احنا كبشر جسمنا بيعرق وبنتعب في الصيف. هو برضو نفس الشيء، ده عضو ضعيف برضو. بيض يعني. بيض بالنسبه للبيض اللي هو موجود. انت بقالك كام سنه في المهنه؟ انا من 85 يعني. 39 سنه. ده 40، داخله على 40 سنه في المهنه يعني. مهنه البيض، انا اول واحده هنا في المكان ده. بعد كده كله جه عليا بقى. بدات الارزاق طبعا بتاع ربنا اللي هو اللي موجود. عندك اولاد ايه؟ محمد ومنى.
ربنا يبارك فيهم يا رب. الله يخليك محمد اللي هو ابو جيل. اهم حاجه في شغل التجاره الامانه. اكيد طبعا. الامانه ده والثقه. والثقه طبعا، يعني ثقه الزبون فيك هي اللي ربنا موفقها يعني. اكيد طبعا اللي موجود دايما. دي الجوله الصباحيه. ثاني بقى قول لنا ان في البيض في الشتاء بيقعد 20 شهر، من شهر من 20 يوم لشهر، من 20 داخل الثلاجه. 20 يوم بره الثلاجه. في الصيف 10 ايام 15 يوم. دي طبعا اهم النصايح من طبعا ملك. ما يطلوش ميه طول ما في الثلاجه ولا قبل الثلاجه، وساعة لما يطلع للاستعمال يتحط شويه في الحوض تحت الميه عشان ياخد درجه حراره الجو، لان لو طلع من الدار للنار على طول لازم البيضه تسخن. يعني تحط البيضه تحت تحت الميه، صنبور الميه شويه لغايه لما ياخد درجه حراره الجو البروده الوقتيه. لان لما بيتاخد من الثلاجه طبعا بيبقى ساقع، بيتحط في الميه على النار بتيجي البيضه فالقه على طول، بتفلق البيضه. دي طبعا اهم النصايح من ام حماده ملكه البيضه. اللي بتتسلخ بيحط معاها معلقه خل او نص ليمونه او حبه ملح. خل وملح مع البيض علشان البيض ما يفلقش وما يتسلخش. صباح الفل، بنصب عليكم. دي اهم النصايح في لتخزين البيض واستخدامه بالنسبه للاكل وطريقه التخزين في الثلاجه وبره الثلاجه.